وحشتوني قوي قوي. بما اني قاعده فاضيه وانتوا وحشتوني، فيلا نعمل اسك. سالوني اي حاجه بس بلاش اسئله سخيفه، يعني خليها حاجات فن كده. عندي سؤال يا جماعه للناس اللي قاعدين في التجمع او الناس اللي في القاهره الجديده، يعني هو ايه موضوع المايه اللي بتقطع ده؟ لانه عندنا المايه بتقطع كتير قوي قوي قوي، ومن يومين كده تقريبا قعدت يومين ورا بعض قطعه، وبعدين النور كمان. هو في مشكلة مثلا او في يعني سبب للموضوع ده وانا مش متابعة ولا ايه؟ قولولي والنبي. حلو السؤال ده. اكتر اكلة بحبها محشي ورق عنب. محشي ورق عنب ده انا ممكن افطر واتغدى واتعشى محشي ورق عنب. صدقيني معرفش، والله العظيم معرف، انا معرفش لون شعري ايه، لانه ساعات بيبان نبيتي وساعات بيبان بني وساعات بيبان لسه زي ما هو احمر. انا معرفش صدقيني، اول ما اعرفه. ايوة انا دلوقتي بصور مسلسل شارع 9، ده مسلسل 45 حلقة. للناس بقى اللي متابعيني هيعرفوا ان المسلسل ده انا بقالي فترة بصوره، بس وقفنا شوية وبنكمل، وهينزل قريب قوي ان شاء الله. طيب ماشي اوكي. طيب انتي مشغولة يعني مش فاضية خالص؟ طيب امال القعدة ليه على التليفون بتكتبيه طالما انتي مش فاضية؟ يعني اتكلي على الله اتكلي على الله. قولوا ايه اللي مش بيعصبني ده؟ انا كل حاجه بتعصب، انا على طول اصلا متعصبه ومتضايقه ومعرفش. مش قصدي ان انا نكديه، والله انا مش نكديه، بس يعني على طول بتعصب. في ايه يا ايه ده؟ 22 سنه، ولما بكون متضايقه لازم اطلع اللي جوايا، يعني لازم اطلع الغل اللي جوايا او العصبيه اللي جوايا او اي حاجه. افش غلي في اي حاجه بقى، اشوف مثلا حد اتكلم معاه، اكل اي حاجه. حبيبتي تسلمي لي، ثانك يو. انتي اللي عيونك قمر. بصي موضوع شعرك ده مش عايزه افتي فيه بصراحه، بس لو انتي فعلا شعرك بيوعى قوي زي ما بتقولي كده، يبقى لازم تروحي للدكتور وتعملي تحاليل عشان تعرفي المشكله منين قبل يعني ما تعالجيها. انه الشخص ده يبين لي قد ايه هو بيحبني، والحب ده يبقى صادق بجد. واكتر حاجه بحبها بقى ان احنا نبقى بنعمل ذكريات مع بعض حلوه نفضل نفتكرها طول العمر. والله العظيم ابدا، ده كل ده فلترز يعني، بس فلتر. ما انا مغيرش اي حاجة خالص في وشي. وادم ابن اخويا هيموت عايز يطلع في ستو، عايز يتشهر. تعالى يا ابني اجري. استاذة حبيبة صديقة الطفولة وايام الكهرطة اللي كاتبة يا جماعة الكومنت ده، حبيبة صاحبتي اللي هي صديقة الطفولة وايام الكهرطة والحاجات دي، وحشتي يا حبيبتي. ويسعدك، ربنا يسعدك ويفرح قلبك، وربنا يرضيكي دايما وتعملي كل اللي نفسك فيه يا رب. ومرسي قوي قوي والله على الدعوه الحلوه دي، وانا كمان بموت فيكي. تسلمي. بالله عليا ايه؟ مش فاهمه. بصي عايزه اقول لك ان الشخص المتسامح ده بيبقى شخص عظيم جدا وجميل جدا، وبيبقى نقي قوي من جواه، وبيبقى بجد من جواه شخص كويس. لانه الشخص القوي بس هو اللي بيقدر يسامح. فزي ما بقولك الشخص القوي هو اللي بيقدر يسامح ويغفر ويعدي، لان احنا مش ملايكة، يعني احنا مش ملايكة. الناس كلها بتغلط والدنيا بتمشي، فاوعي تندمي ابدا على انك شخص متسامح. الاستغلال بكل صوره بقى، ماديا معنويا، يعني حد بيستغل انك بتحبه، حد بيستغل انك محتاج له، حد بيستغل مشاعرك، بيستغلك ماديا، بيستغل انك عندك حاجه يعني الاستغلال بكل صوره. بصي كل ست عندها حاجه بتميزها عن اي ست تانية او عن اي حد تاني، وانتي اكيد عارفه الحاجه دي ايه. ف اعرفي ايه هي الحاجه اللي بتميزك عن اي حد تاني، وساعتها تبقي